اسعار البطاطا راهي في اسعار معقوله لحد الان، كانت فيه نوع من التجاوزات، تفطنا البعض المسائل هكا على مستوى بعض الولايات، حركنا لجان للتفتيش بالتنسيق مع وزاره التجاره. لحد الان اكتشفنا ما فيه الكفايه من متضاربين وغيره وما يشبهه من هذا النوع من هذه الممارسات اللي تمس بالاقتصاد الوطني وبجيب المواطن. تشمل هذا التحقيق يشمل عدة ولايات حتى ننتهي مع هذه الممارسات السيئة والسلبية جدا على الاقتصاد الوطني.